يبدو أن مؤتمر جنيف حول الأزمة السورية والذي دعت إليه كل من الولايات المتحدة وروسيا بات في مهب الريح بعدما أخفق تحالف المعارضة السورية في التوصل إلى اتفاق بخصوص المشاركة في المؤتمر. اجتماع قوى المعارضة السورية الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية أكد على عدم وضوح الرؤى الخاصة بالمؤتمر فضلا عن عدم تطرقه للنقاط المتعلقة بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد. هناك جوانب غير واضحة بالنسبة لمؤتمر جنيف، لكننا نؤيد أي مؤتمر يساعد في تحريك الموقف باتجاه حكومة منتخبة بعيدة عن الدكتاتورية، لكن شرطنا سيتمثل في عدم القبول بأي مفاوضات لا تشير إلى رحيل الأسد. روسيا من جانبها أكدت وجود خلاف في صفوف المعارضة السورية حول الطرف الذي يمثلها في مؤتمر جنيف، فيما هددت واشنطن بزيادة الدعم المقدم للمعارضة إذا ما وصل نظام الأسد رفض مناقشة أي حل سياسي للصراع الدائري هناك، وهو الموقف الذي رحبت به المعارضة السورية. النظام أحضر الآن قوات خارجية لمساعدته في مهاجمة المدن وفي قتل المدنيين، لذا فأنا أعتقد أن البيان جيد جدا، ونحن متفائلون بأن العالم سيتحرك في النهاية لمؤازرة سوريا. وتفضل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى الآن عدم تسليح المعارضة السورية، إلا أنها تواصل تزويدها بمساعدات غير عسكرية، فيما تقوم كل من روسيا وإيران بشكل متواصل بتزويد النظام السوري بالأسلحة في الوقت الذي أكد فيه الجميع دعمه لعقد مؤتمر جنيف 2 لإيجاد آلية لعملية انتقالية سياسية في سوريا توقف نزيف الدماء وتحقق تطلعات الشعب السوري للحرية والديمقراطية. ميدانيا، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل 35 شخصا اليوم برصاص قوات النظام السوري معظمهم في درعا وحلب. من جانبه أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مناطق في مدن دوما وحرستا وزملكا والزبداني بريف دمشق تعرضت للقصف من قبل القوات النظامية، فيما شن الطيران الحربي غارات جوية على مناطق في بلدة عقرب بريف حمال جنوبي وسط البلاد. تزامنا، أفاد مصدر قريب من حزب الله بمقتل 100 عنصر من الحزب خلال مشاركتهم إلى جانب قوات النظام السوري في معارك ضد المعارضة المسلحة في منطقة القصير الحدودية بين سوريا ولبنان. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من اللاذقية السيد عمار الحسن عضو اتحاد تنسيقيات الثورة. سيد عمار، ما هي آخر التطورات الميدانية في سوريا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. وعليكم السلام سيد عمار، يعني سألتك سيد عمار عن آخر التطورات الميدانية في سوريا. سيدتي العزيزة، ارتفاع حصيلة شهداء سوريا حتى هذه اللحظة إلى 53 شهيدا، بينهم 6 سيدات و7 أطفال شهيد تحت التعذيب، 18 شهيدا في دمشق وريفها، 10 شهداء في حلب، 6 شهداء في دير الزور، و6 شهداء في حماة، و5 شهداء في إدلب، وأيضا 5 شهداء في حمص، و3 شهداء في درعا. هذا بالنسبة للشهداء. أما بالنسبة للوضع الميداني فبشار الأسد لم يرضخ لأي قرار لا دولي ولا أممي، فهو الآن يقوم بقصف الخصير، ويقوم بقصف ريف دمشق، ويقوم بقصف حمص، ويقوم بقصف ريف اللاذقية، ويقوم بقصف ريف حماة، ويقوم بقصف حلب، ويقوم بقصف دير الزور. سيدتي، هذا النظام الأرعن لن يقبل بأي مبادرة لا سلمية ولا أي حل وسطي، وكأن سوريا سميت باسم بشار الأسد وآل بيت الأسد. سيد عمار، هل ترى إذن من فائدة للثورة السورية من مشاركتها في مؤتمر جنيف؟ لم أفهم سيدتي. هل ترى من فائدة للمشاركة في مؤتمر جنيف القادم فائدة تعود على الثورة السورية؟ سيدتي العزيزة، الآن لا نعلم كم مرة أصبح لدينا أصدقاء، وكم مرة لدينا أصبح أعداء، وكم مرة لدينا أصبح أخوة. نحن لا نجد على الأرض هذه التصريحات، وكما نقول نحن ثوار الفنادق، نحن فقط ثوار الفنادق الذين نموت.
الشعب هو الوحيد الذي يدفع ثمن هذه الثورة، لا المعارضة التي في الخارج التي تزحفنا بالكلام ولا حتى الدول العربية. سيد عمار، على أرض الواقع يعني رأينا انضمام لبعض عناصر حزب الله اللبناني للمشاركة في صفوف القوات النظامية السورية، كيف ترى تأثير هذه المشاركة على الوضع الميداني؟ سيدتي العزيزة، حزب الله ورط نفسه وورط طائفته في هذه الحرب، لأن هذه الحرب الآن لن تضع أوزارها بسرعة. فتح الباب لزج لبنان في أطول حرب جديدة لن تقل ضراوة عن 16 عاما التي أكلت الأخضر واليابس وتركته حطاما. وأكثر من ذلك، فإن حزب الله يورط طائفته في معركة وجودية تفتح ملفات التاريخ الساخنة. من قتل عثمان وعلي والحسين وكربلاء والتحالف مع هولاكو ضد الدولة العباسية والتحالف مع البرتغاليين ضد الدولة العثمانية. وصلت وجهة النظر سيد عمار الحسن، عضو اتحاد تنسيقية الثورة، شكرا جزيلا لك. اتهمت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بالفشل الذريع في وقف المجازر التي تشهدها